أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شباب. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية، وأنا اسمه فتحي فلنكات، والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف أساميهم، كأنهم ما اتولدوش من أساسه. وبلاش تشغل دماغك يا أخويا، أنا أفتح لك الفتحة التانية. كل شوية تفكرني يا كبير، ده أنا ما بصدق أنسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءة زي ضله، وتبلغني أول بأول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني أوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها؟ انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي يمين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر؟ واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الولايه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تتزير بقى. اسمعي الكلام. دي هي. هي مين يا مت؟ علي بس، انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاعني؟ مش هوصيكي يا حمتون، امشي انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبي. ايه ده؟ انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حمتومه، صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامه، ابقي طمنينا عليكي. مع الف سلامه يا اختي. هي مين الست دي يا خاله؟ حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا اسف باشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحده منهوشه كده رجاله. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبه الدجل والشعوذه بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي، ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده، واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بخدته. امسكي يا ست نطر، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مرة الصبح أول ما تصحي، والمرة التانية بالليل قبل ما تنامي. وإيه الكيس ده كمان؟ دي رملة مبروكة تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عاملة زي الحجر يا ست مطر. حاجة زي كده يا أختي. يا أختي أنا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني، ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافة، فلة من جوه ومن بره. الحكاية يا أختي ملهاش دعوة بالنظافة. أمال إيه؟ كل ده من كيس الرملة دي؟ الكعب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بيها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعمل لك كل اللي أنت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله حي. حنتوش منتوش طربوش منفوش. Thank you.
ايه ده، انا بدور عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي تعالي. خدي، مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصة. لا هو انا بقول لك دواء كحه، بقول لك رقاصه، ما اعرفش يا اختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه دايني لعشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وعن قريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح. حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حصتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بجاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هللا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا وقعد مع كبارات السوق وادى كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة!